أنا البارح شفت كونفيرنس دو بريس تاع الكراكي المدرب تاع المغرب، أنا شفته. إيه وين قال لهم قلنا للشعب بالك وتصفروا في لافان كي دار الكونفيرنس دو بريس أبري الماتش، أشكر البيبليك لأن قال لك واحد ما صفر، خلاص حديت قياس. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. المنتخب المغربي لعب مباراة عالمية امام البرازيل بحضور جمهور عالمي، تيفو عالمي، وكان الفوز اداء ونتيجة. والمساخين ديال هوك لعبوا مع النيجر، ربحوا بصعوبة باهداف فيها شك ديال تسلل، يمكن انكم تمشيو تعاودوهم وتاكدوا، ولكن ما يمكنش تكون عندهم شي حاجه وما يكونوش غرائب وعجائب. وهنا تفكرت واحد المقوله كان قالها واحد الصحفي عندهم، قال لك افريقيا غادي تظلم راسها الا ما عطاوناش ننظموا كاس افريقيا وعطاوه للمروك، لا صافي غادي نظلموا راسهم. وحنا كنشوفوا هاد الغرائب والعجائب اللي عندكم وهاد السير الهاوي وباقا كتحلوا فمكم لا اله الا الله. المباراه مع العشرة معيش فرضوا عليهم يجيو يدخلوا الملعب مع الربعة، تخيل المباراة تاع العشرة قالوا لهم لا ما تجيوش مع الربعة انساو، يا شبكوا الناس اللي جايب قدرة ديال الحريرة، ها اللي جاي قال قدرة ديال الحريرة دخلوها. داك علي بن الشيخ راسو بغى يحبس، كي درتو دخلتو الحريرة؟ لو الواعرة هي النيجر من سجلات الهدف، اللاعبين سجدوا كيشكروا الله، يا شبكوا عليهم بالقراعي ديال الماء، في مشهد مؤسف وقال لك حنا كنديروا تنظيم عالمي وحنا أحسن من المروك وحنا، يا ودي انتوما لعبنا مع النيجر وشنو دايرين؟ تصفروا عليهم في النشيد، المهم شي حوايج عاد تسمعهم. وزاد كملها لهم علي بن الشيخ، قال لهم سيروا سمعوا التصريح اللي دار وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي من بعد ما سالت المباراة مع البرازيل، غير داك الكلام اللي قال قاد انه يسكتنا وما نبقاوش نهضروا على كاس افريقيا. خليكم مع شنو قال علي بن الشيخ والكوارث اللي كتوقع في دولة هوك. كيف العادة ما تنساوش لايك، خلونا الرأي ديالكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. تكلم على المغرب، المغرب داروا ان اكسيلون ماتش، ما تقولش ماتش اميكال، لعبوا مع البرازيل والبرازيل يا لونور دو برازيل، ما لعبوش مع ايكيب افريكان مع البرازيل كي كوميم سيف ولا سيت فوا شامبيون دي مون شامبيون. نذكرك فقط علي انه غينيا بيساو راهي في المرتبه الاولى حاليا مع نيجيريا، المرتبه الاولى بسبع نقاط ونيجيريا بست نقاط، يعني غينيا بيساو حقت مفاجاه من العيار الثقيل امام نيجيريا. دونك دارت ان بون ريزولتا مع نيجيريا. بما جرى يوم المباراه امام منتخب النيجر اي يوم الخميس في سهره رمضانيه لم نكن ننتظر مثل هذه الصور، صور مؤسفة للغاية شاهدناها من الجمهور الذي حضر لملعب نيلسون مانديلا. البداية كانت بالصفير والتصفير على النشيد الوطني لمنتخب النيجر. هل يرضى أي جزائري لو لعبنا هذه المواجهة في النيجر أو في بلد إفريقي آخر، هل كنا سنرضى بأن يتم التصفير على نشيد قسما نشيد الجزائر؟ مستحيل. نفس الشيء حدث بعد تسجيل منتخب النيجر للهدف الأول، شاهدوا هذه الصور المؤسفة، بعد أن سجل منتخب النيجر لهدف الفوز تم رشق الملعب ورشق العناصر التي كانت ساجدة فرحة بالهدف بالقارورات. أي عقل في ملعب جديد بقي مغلق منذ الشان الأخير، منذ نهائي الشان الأخير، الأرضية كانت في أبهى حلة، كانت أرضية رائعة، كل شيء كان على أحسن ما يرام، رغم أنه مشاكل كبيرة كانت في الدخول إلى الملعب، كان الكثير من الناس اللي جات بعد الفطور بالتذاكر وبتذاكر VIP ولم تتمكن من الولوج إلى الملعب. لنتفاجأ بهذه الصور المؤسفة، عدد كبير من القارورات، قارورات المياه تم رميها وتم تدوين ذلك من طرف محافظ المباراة، إضافة إلى تدوينه للتصفير على النشيد، إضافة إلى تدوينه دخول إلى أرضية الميدان بعد الصفارة النهائية للحكم، حكم المواجهة، دخول بعض المناصرين. هل يمكن أن نرضى للجزائر أو لمنتخبنا الوطني أن يتم التصرف معه بهذه الطريقة في أي بلد إفريقي آخر لو تم التعرض لنا بهذا الشكل؟ شيء غريب وغريب جدا أمين أكساس أن يتم التصرف مع الأنصار من طرف الأنصار بهذه الطريقة، يعني تصل وأنت صائم وتدي معك الشربة باردة تأكلها في ملعب نيلسون مانديلا باش بعد تسجيل الهدف ترمي على الناس القارورات الفارغة، وكاين كاميرات من المفروض هاد الناس يسو ايدونتيفي، لأنه هاد ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة اللي رموا القارورات ما يمثلوش 40,000 متفرج، لكن هادو ما يسيئوا لصورة الجزائر أمام الناس اللي شافت المباراة. إلى متى نبقى نتصرف بمثل هذا الشكل؟ أردو أن نبدأ لك بالماتش وبالدخلة دايرينها على 4 تاع العشية، دوك ولاك وحابين نطوروا الكرة الجزائرية، جابلي ربي الماتش على 10 تاع الليل، ما يقدرش ان سيبورتي يدخل على 4 تاع العشية وفي رمضان. نظن حنا هذا الشيء هذايا راهو يتكرر
تكرر في لاشان، شفنا كيفاش كانت لاناشي، كيفاش كان الدخول الى الملعب. نظن حنا رانا نقولوا ملاعب بمقاييس عالميه، مين تاك دير ملاعب مقاييس عالميه لازم ثاني الجمهور يكون عالمي، لازم ثاني الجمهور تحترموا الجمهور ثاني. الجمهور ما تجيبوش أربعة على شيء صايم في رمضان، واحد جايب لي شربة، واحد جايب قدرة، خصو غير القدور. لا لا لا، هذا موك دو ريسبي للشعب. نظن بلي هذا شيء مؤسف، ولاكو حابين تطوروا الكرة، ولاكو حابين تطوروا المام، تطورونا احنايا كأشخاص كشعب. نظن بلي ديروا الدخلة على 8 تاع الليل، ديروا دخلة الناس ما نشوفوا في اوروبا الملعب فارغ 10 دقائق قبل البداية، قبل ما يبدا الماتشات فارغ. يا خلونا متمسخر هدايا ونروح لك الجهة الأخرى، نروح لك تاع مثلا نتيرو بالقرعة. صح كيما قلت انت ماشي كاع الشعب ماركابيت، وكي ماركابيت ما يفرحش يا خويا. صفر من حقك انك تصفر، تيري مع سجل سجل الفريق المنافس، سجل ضدك هدف صفر، معليش صفر. راحوا سجدوا ما داروا ما بروفوكاوش الشعب. نورمال دوك انتم كيما قلت انت 10 عباد ولا 15 ولا 20 عبد ما يقدروش يحرقوا 40,000. كاين لي ناس ملاح، احنا ما ناش نقولوا كاع من ضمن هذه الصوره هذه تشوه صوره الجزائر. ما تصفرش على شي تاع ثاني ناشط وطني، حتى شفنا محرز يدير لهم سكتوا، يدير لهم لا هكذايا بالصور بالفيديو. نعم ظننا شويه طلعوا شويه النيفو. ظننا هذا الشيء مؤسف. وماما كنت تقولوا باللي نديروا كوب دافريك، انا جاب ربي بهذا الشيء. سمحوا لي ما تقدروش ديروا كوب دافريك، امبوسيبل. مام 2050 ما تقدروش ديروها. نعم علي بن شيخ، واش رايك في ما حدث؟ حاجه مؤسفه، بامكانك ان تقوم بالتصفير، ما عجبتكش الحال تغادر الميدان، تغادر المدرجات عفوا، تصفر على الفريق المنافس قال سجل هدف، ولا تصفر على الفريق تاعك، ولكن باش تضرب الناس بالقارورات وتصفر على النشيد المنافس، ربما راك زدت موتيفي ليكيب ادفيرس. لا يضربوا بالقارورات كيما تقول بالقرعه هذوك بلاستيك، انا نظن تنجم تقول سي جيستيفي كالكو بار. علاش؟ علاش؟ دوك نقول لك علاش. بريميرمون درت كاين ملعب جديد ما شاء الله. كي نديرو ملعب جديد لازم باش ماشي نربيو، المطرق يربي لي كاميرا لهي نداروا، علاش نخسر دراهم انا ندير لي كاميرا؟ فارتي دو مومون لي دير لي كاميرا صافي دير لي راح يزغد نجيبوه ويخلص باش دوطر ما يزيدوش يديروا. حنا نديرو لي كاميرا نخسروا الاموال بصح ما نديرو والو. هادي فكرتني في الصيف ليتي، في الصيف لي بلاج سارتان بلاج الجيريان وين شفناهم دايرين قياطم ويجيبوا القدرات والطابونه ويطيبوا في البحر ويغطي لك انت الماء اللي من اللور لحقت لواحد الدرجه خلاص. لا لا رجوع سي فيني، باش تعاود تصفي يفو يكون المطرق بالحديد ماشي بالحطب. مي ما كاش المطرق الور خليه هذايا ويرمي واش تحب. انت قلت ما يمتلناش 14، لا يمتلنا باسكو في العالم كي يشوفوا سي دي الجزائر يمتلنا. ما تقولوش ما تكذبوش، ديروا واحد الكلام اللي تقولوه مانيش عارف غير ولا غير في هذا القرن تاع الجزائري اللي ولا ايه هكذا حبيتو انتم. هاك قلت مقبله الناس كانت راكده، دوكا الناس ماهيش راكده، دوكا بداو يفطروا الناس. حبيتو هكذا ما كاين لي كاميرا واحد ما يخلص، اما لا كي يرمي انا نقول حاجه عاديه او يرمي رمى ومن بعد يخلص يرفدوا هذوك ويروحوا. وخاوتهم زعما مسلمين ماركو بيت حبس سجدوا لله من الفرحه. لا لا نضربوهم صح ما ديروا لهم والو. انت شفت انت يا 2023 مازال الناس تجيب قدره للسطاد. يا خلاص فيني برك انا ابقى تهضر كاع والله من رانا نهضر في على انا مانيش عارف رانا عايشين قدره في 2023 في السطاد ياخذ شربه مسخر بينا انت ودخل 6 سوايع قديمه برك ولا متمسخر مانيش عارف شكون لاوي يسير هكذا قاعيتك هذا السبور هذا قاعيتك. انا مانيش فاهم شكون كاع لاوي يسير هذا كيفاش هو يخمم وهذا باش يخمم على بها رحنا في هالوقت كي رجع للمستوى تاع التخمام هذا هو خلاص ما بقات والو هضره. وعلاش علاش علي بن شيخ في كل مره نفس النداءات فيما يخص نشيد تصفير تاع النشيد؟ اسمع انا البارح شفت كونفيرونس دو بريس تاع الركراكي المدرب تاع المغرب انا شفته اه وين قال لهم قلنا للشعب بالك وتصفروا في لافان كي دار الكونفيرونس دو بريس ابري الماتش اشكر البيبليك لان قال لك واحد ما صفر خلاص حديت قياس صح لا التصفير هذا ولات عاده تاع التصفير على الفرق المنافسه والنشيد تاع الفريق المنافس. كيما انت ما تحبش النشيد تاعك يصفروا عليه ما تصفرش على النشيد تاع المنافس. شوف رضوان علي كان يهضر وحنا جانا شويه الضحك والله انا ما نضحكوش نبكيو. انا حبيت نعرف برك واش كان في راس المسؤول هذايا اللي ديسيدا يدير الدخله على الربعه 3:30 صابلات. هذا المسؤول حبيت نعرف هذا المسؤول واش عنده في راسه كيفاش انت ديسيدي وتقول الدخله اول نهار في رمضان على الربعه في نيلسون مانديلا الناس صايمه. يعني حبيت نعرف في الحقيقه واش عندك في راسك دوك. ومن بعد هذيك المشكل ماهوش غير فيه رضوان،
المشكل راه في الشعب هذاك اللي راح هذاك المناصر عنده مشكل. ترى انت يا الاستاذ 4 تاع العشيه تمريض راه 8 ما دخلوش هاك محمد ما دخلش من بعد وراه المشكل ما ندخلش ما نروحش على 4 دوار لا الشيطان. انا شفت الناس عائلات باكملها بالراجل بالزوجه بالولاد بالتناجر بالقطط راح يصطاد. لا لا رضوان ما عطيش هاد الصوره هذه تاع تبادل. ولكن انا يا هدايا المسؤول هذا قول لي برك علاش زدت لنا هكذا انت اللي ديسيديت على 4 زيد نشوف من بعد تكلموا على الناشئ على 10 باش ناكدوا ديسي لي سيبورتير هادو ما بدي تكلمت على الناشئ الوطني والقراء هاد الصور هادو ما يمشي هاد رضوان خلاص ومشي الصور الاولى والثانيه والثالثه والاخيره كاين المقبل وما زادوا الاسره يعني هاد لي زيماج هاديه ما راحش تخدم مين في الجزائر ولك من اليوم رضوان مين في الجزائر راح يدخل في تيروار اذا كملنا بهاد الاشياء كيما هادي. صوره اخرى مؤسفه اسمح لي اسمح لي تروح الفيلودروم دخل الفيلودروم شفت الفيلودروم يا ملعب مارسيليا انا مارسيليا مش عارف رانا عايشين كاع كي تجي داخل يا اخي شفت تجي داخل طحطحها هكذا يا اخي شفتوها كبيره باش بعد تدخل تصيب لي زاجون سيكوريتي مستفين كاع بورتون لي بورت كاين كاين نسا باش يحوسوا نسا ورجال يحوسوا رجال يحوسك باش ما تدخلش ميم با قريعه تاع بلاستيك تشرب لداخل إيه يعني يدخل قدره عيب هاد الناس يدخلوا قدره وهذا اللي خلاهم يدخلوا قدره كاع قدور كاع خلينا نروحوا صوره اخرى جو سوي ديسي جو سوي فريمون ديسي ما فريمون كيفاش تبدلت الجزائر كيفاش تبدلوا العباد افيك لا مونتاليتي اللي راهم يمبوزيوها على الناس اللي متحضرين والناس لاباس راهم يمبوز سو جور دو شوز اللي يدخلها ويمبوزي لك واللي يخليها ويمبوزي لك واللي يبرمج على 4 راه يمبوزي لك سي تادير هذه السلسله هذه مانيش عارف منين المنتخب انا معاك في حاجه ان المنتخب الوطني لعب هذه المباراه الوحيده في شهر رمضان الان بعدها ما يلعبش حتى شهر جوان ضد اوغندا خارج الجزائر لكن مستقبل في شهر رمضان راح يكونوا فيه مباريات تاع ربما اتحاد العاصمه شبيبه القبائل شباب بالوزداد وشنو هي الصوره اللي راح نفالا فيكولي الجمهور تاع هذه الفرق ولا مولوديه الجزائر لو يلعبوا في ستاد تاع نيلسون مانديلا يعني كل واحد يجي تما تصوروا لو لعبوا منافسه افريقيه ونبداو نضربوا في هذيك الطريقه نضربوا القرع ولا كاين ربع نهائي تاع كاس افريقيا كاس رابطه الابطال ممكن نلعبوا في نيلسون مانديلا الان اسمح لي بك الان ستاد وتحل خلاص لانه المنتخب الوطني لعب تحل كيفاش يجوا الفرق الافريقيه يلعبوا عندنا ونضربوهم بالقرع صافي دير حنا نولوا ريسيديفيست هكذا تفضل لا البروبليم كي يرمي في بالقرع ينجم دخل القرع تاع بلاستيك هذوك دخلهم تاع الماء ينجم يضرب ينجم بصح لازم يتعاقبوا ما كاش اللي يعاقب عقاب لازم العقاب الكاميرا تخسروا عليهم ما علاش خسرتوا درهم على الكاميرا ما كاش اللي يعاقب هذه وحده وين البلو كراف انا كي يدخل القرع تاع الماء ويرمي انا نجو ديري كو كاين الكاميرا جيبو خويا انت كي تاكا كاع ممنوع ما تزيدش كاع تدخل للسطاد سي تيرميني كي انت كي الشجره تاعك كاع يتك بصح تدخل 4 تروح وتدخل قدره كيفاش وين تسخنوها كلاوها شرب بارده واش كيفاش تدخل قدره كيفاش تدخل انا فهمني شكون اللي داروا علاش تدخل لا 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 ما ضحك ما ضحك اسمع اسمع محمد محمد فهمني سي كراف واش نهدي انا واسمك يا امين امين سي غراف تدخل قدره يسخنها بالجمر ولا يسخنها بكار ولا سي با مون بروبليم ميم ما تدخلش هذا غير حضاري ولي قال لك دخلوا على 4 ما عنده حتى تسيير تاعك تاع ملعب ممنوع يدخلوا على 4 شنو هذا تخدمني ستاد توك 4 ما تسمح لي ما تنجموش ديروا نظام المقابله على 10 يلحقوا الستاد على 9 8 ونص يدخلوا علاش 8 ونص يا اخي معمر هذا الستاد الناس تدخل يتعمر روح تربح انا والله انا طيحوا بيا بكل صراحه خليني نمشي شويه نشوف الصوره الاخرى الوقت ما بقالناش لا شوف توالي انا مانيش فاهم انا ملعب بدون باركينغ سامح لي رضوان ما تفرضش عليا انايا تديني من الصابلات ولا تديني من سان جويلان بولوغين باش نروح في الكار في البيس وحل الصاد يا خويا عندي السياره تاعي الخاصه عندي باركينغ في الملعب نمشي اذا ما كانش باركينغ ولا ما كانش باركينغ نعم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خليوا لي الراي ديالكم تعليقات تخرجوا عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازالوا ما مشاركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب